والآن مع كلمة للدكتور هشام محمود من تلاميذ الشيخ وأحد الثوار، فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين، لا عدوان إلا على الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم